تحياتي لكم مرة أخرى أينما تكونون. نحن نصل الآن إلى نهاية الدرس الرابع، وما زلنا في سلسلة حلقات التمارين المهمة جدا. التمارين تساعدنا كثيرا في تكوين الجمل وفي فهمها ومن ثم التحدث بها مع الآخرين. إذا عندنا تمرين اليوم، تمارين الدرس الرابع. التمرين الأول هو إرجنسن زي دي سيتسي. إرجنسن زي، إرجنسن زي معناها أكمل هذه الفراغات، دي سيتسي أكمل الجمل، أكمل هذه الجمل. إذا عندنا بين قوسين ناخفين إن فين. إذا أقول إيخ فوني، فونن جاي من فعل فونن، إذا فوني جاي من فعل فونن معناه أنا أسكن. إيخ فوني أقول ناخفين ولا أقول إن فين؟ إذا الجواب إن فين، إيخ فوني إن فين. والسؤال هنا مثل ما أخذناه سابقا، فو فونن زي، إذا فو فونن زي الجواب هو إيخ فوني إن فين أو إن ميونخن إن غراس إن ملبورن، إيخ فوني إن ملبورن. نأتي هنا فير فراخ أيني راتور. أيني راتور قلنا معناها جولة بالدراجات الهوائية. إذا نقول فير الذي نقصد به نحن، فير ماخن أيني راتور أودر فير كوفن أيني راتور. ما معنى كوفن؟ نشتري. ماخن نفعل نعمل. إذا أين الجواب صحيح؟ ماخن. فير ماخن أيني راتور. إذا نحن سنتجول بالدراجات الهوائية، أو جولة نعمل جولة بالدراجات الهوائية. Wir machen eine Radtour. في عندنا هنا سؤال، fährst du فراخ Wien؟ fährst du، fährst du هي الشخص الثاني من فعل fahren، هذا من الأفعال غير المنتظمة unregelmäßig verben. First two، إذا لأن الحرف الثاني تغير بالشخص الثالث أصبح أملاوت. First two عندنا فين نقول zum Wien ولا nach Wien؟ أين الجواب صحيح؟ nach Wien. إذا nach تستخدم للمدن أو للمكان. والسؤال هنا مثل ما سألنا في الجملة الأولى، wo wohnen Sie؟ wohin fährst du؟ wohin fährst du؟ الجواب سيكون Ich fahre nach Wien. Ich fahre nach Wien. إذا نعود إلى سؤالنا، fährst du nach Wien؟ هنا يجب أن نضع علامة استفهام. أوكي. ننتقل هنا، es schläft. وقلنا schläft هو فعل قادم من فعل مصدره فعل schlafen، وهو أيضا من الأفعال الغير المنتظمة، لأن بعض الحروف تتغير إلى أملاوت. هنا الفعل الأصيل هو schlafen، ليس فيه أملاوت، ولكن هنا فيه أملاوت، إذا هو من أفعال غير منتظمة، يجب أن نعود إليها ونلقي نظرة على تصريفها. إذا es schläft عندنا 21 Uhr، نقول 21 Uhr ولا 21 Uhr؟ 21 Uhr. Es schläft الطفل، ربما يكون هو الطفل، الطفل ينام في الساعة التاسعة مساء. Es schläft 21 Uhr. إذا لا تنسونا أبدا باستخدام لأي وقت تستخدمونه في حديثكم مع الآخرين. إذا Ich schlafe 10 Uhr. Ich schlafe 22 Uhr. Er liest. Er هو liest أيضا من أفعال الغير المنتظمة، لأن هو قادم من فعل مصدره فعل lesen، هناك تكون إي أما هنا أصبحت إي. إذا er liest معناه يقرأ، هو يقرأ Zeitung. Zeitung صحيفة يومية. إذا نضع هنا ein oder eine، هل Zeitung مذكر أم مؤنث؟ هل تعتقدون أنه هي أين سايتونغ ولا أين سايتونغ؟ الجواب هو أين سايتونغ.
Er liest eine Zeitung. هو يقرأ صحيفة. هنا ich فراخ ein Straßen fest. نحن أخذنا سابقا أيضا ein Straßen fest في هذا الدرس أخذناها معناها حفلات التي تقام في الشارع من قبل الشباب، موسيقى، رقص، يعني موروثات شعبية وهكذا على مسرح أو حتى على رصيف الشارع. إذا ich أقول besuche oder mache. ماخن ماخي جاي من فعل ماخن يفعل، بسوخي جاي من فعل بسوخن يزور. إذا إيخ ماذا سنقول؟ إيخ بسوخي أين شتراسن فست. أين شتراسن فست. دان ثم فراخ فير دي شتات. فير نحن، دي شتات ما معنى دي شتات؟ المدينة. المدينة هنا معرفة بدي، دي شتات. إذا دان ماذا نفعل في المدينة؟ نفعل besichtigen lesen. lesen ما معناها؟ يقرأ. هل نقرأ المدينة أم نعاين أو نشاهد المدينة؟ إذا نشاهد المدينة besichtigen. dann besichtigen wir die Stadt. ومن ثم نزور المدينة. ملاحظ هنا على هذا الفعل besichtigen، أيضا نستخدمه عندما نبحث عن شقة ونريد أولا من صاحب شقة أو السمسار أن نعاين الشقة، أن نشاهد الشقة أولا، فنستخدم فعل besichtigen die Wohnung. die Wohnung بدل die Stadt نقول besichtigen die Wohnung. إذا ننتقل إلى التمرين الثاني ونقول ونشاهد نرى أيضا عندنا استخدامات في الزمن الماضي البسيط لفعل haben و sein. عندنا هنا بين قوسين hatte hattest. إذا hatte أخذناها سابقا للشخص الأول، hattest est للشخص الثاني. أقول هنا ich فراخ früher ein Hotel. ein Hotel. إذا كان عندي سابقا فندقا. إذا أقول إيخ هاتي ولا إيخ هاتيست؟ أكيد سأقول إيخ هاتي فريهر أين هوتيل. أنا كان عندي سابقا فريهر سابقا فندقا. هنا عندنا سؤال فو فراخ دو. إذا أقول فو فار دو ولا فو فارس دو؟ إذا دو عندنا تمثل الشخص الثاني المفرد، هنا أي فعل يمثل الشخص الثاني؟ فار أو ذا فارست. إذا فارست نقول فو فارست تو. يا شباب هذا يعني هذا سؤال مهم جدا، ممكن استخدامه في اليوم لعدة مرات عندما نكون في البيت وأحدهم في البيت يسأل عن الآخر أين هو. ممكن يعني نستخدم الشخص الثاني لأننا يعني في عائلة واحدة أو معرفة، فنقول له Wo warst du؟ أين كنت أنت؟ Wo warst du؟ إذا هذا سؤال مهم جدا للاستخدام مع الآخرين. Wo warst du؟ وخاصة داخل العائلة أو للمعارف. أخيرا عندنا فراغ Du ein Problem. Du ein Problem. نقول له Warst du ein Problem؟ هل كنت مشكلة؟ أم نقول له Hattest du ein Problem؟ هل كان عندك مشكلة؟ إذا نقول له Hattest du ein Problem؟ هل كان عندك مشكلة؟ إذا نكتفي بهذا القدر اليوم، وأنا أشكر كل واحد منكم أو من كنا الذي أو التي اشتركت في القناة، وأدعو الآخرين أن يشتركوا في القناة لكي نستطيع أن نتواصل معا في هذا الكورس، ونحن على أبواب نهاية الدرس الرابع. شكرا لكم وإلى اللقاء غدا.